قال لي ابو رامز اقعد يا ابني بدي احكي معك شوي. قعدت. خير يا ابو رامز؟ قال لي ليك يا ابني، انا عم بسمعك وانا موافق معك بخصوص الاشخاص اللي عم يمثلوا الشعب بمجلس النواب او بمجلس الوزراء، وبعرف انه هيدي الطبقة السياسية فاسدة، بس ما تنسى يا ابني انه المراية ما بتكذب. هاي الطبقة السياسية عم تعكس صورة الناس اللي عم ينتخبوها، ومثل ما قالوا اللي سبقونا كما تكونوا يولى عليكم. بدي منك تروق وتعرف انه اذا بدك التغيير بدك بالاول تقنع الناس بانه كرامتهم مصانة. قلت له يعني شو الحل؟ قال لي طالما ما عندنا كرامة ما في حل، ما تتعذب. هذا رأيي، فكر فيها.